متحف بنيويورك هذه الأيام قصة حادثة اعتداء على بطلة أولمبية أمريكية بتدبير من منافستها تونيا هاردنيك. ويسلط متحف تي اتش الضوء على حادثة الاعتداء التي وقعت عام 1994 على بطلة التزلج نانسي غريجان. وجاءت فكرة إقامة المتحف لمات هيركنز وفيانا أولين بعدما تأثرا بشدة بمشاهدة فيلم وثائقي عن قصة هذه الحادثة، وأراد أن يعرض للرأي العام كل ما يتعلق بالأمر سواء من ناحية المقتنيات المتعلقة بالحادثة والأعمال الفنية المستوحاة منها. وبالفعل تمكنا من تجسيد الحادثة وعرض مقتنيات اللاعبة نانسي التي نالت لقب الفوز بالميدالية الفضية بعد معافاتها من الإصابة.